يعني اشوفكم كانتم مستثمرين في الموضوع كلش يعني، ولا كان معكم طيران، ولا كان معكم بيروت، ولا كان معكم موت. احنا لا احسن من ايطالي، ولا انضف من بريطاني، ولا انضف من اسباني، ولا من فرنسا، ولا عندنا امكانيات مثل ذول الدول، وفيهم وفيات يوميه 1000 و500 و700. يعني شلون الاستهتار بالموضوع؟ ما شايف هالشيء. يعني جاي لكم من وقايه مهمه، انتم ماكو وقايه. يعني بلاش حروب، بلا كمامات، نقول لكم بين واحد وواحد مدر صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم. حشك صديق كذي يا اخوان. والنعم بالله الله موجود على عيني وعلى راسي، بس الوقايه خير من العلاج. الله قال ولا ترموا انفسكم بالتهلكه. القران يقول مو انا. احنا قاعد نطلع على مودي وعلى مودك انت، انا قاعد في بيتي وارتاح. اخوان رحم الله والديكم وقعدوا في وسطكم. اللي سبق كما على عيني وعلى راسي. انت اطلع بالمثل هذا وقولك كما ما بس عندي انا. انت قاعد في بيتك. انت ما ببلاش ما قاعد في بيتك. والله خير من العلاج. اقعد في بيتك. لا اله الا الله. روحي روحي ابو الشوف يستوي.